الحمد لله يسبحه من في السماوات ومن في الارض والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأحبة بقي لنا من صفحات سيدنا خالد ابن الوليد صفحة جهاده مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد كانت أولى التحديات التي واجهها حملة الأمانة هي حروب الردة. فقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه احد ابرز قاده جيوش المسلمين فيها فقد قاتل طليحه بن خويلد ثم خاض معركه اليمامه ضد مسيلمه الكذاب وكانت اليمامه من اشرس المعارك التي خاضها المسلمون على الاطلاق وكان ابرز ما فعله خالد رضي الله عنه في المعركه هو الخطه الحكيمه والعظيمه التي رسمها فقد قسم الجند إلى مجموعات كل مجموعة تحمل راية حتى كان لكل قبيلة بل لكل بطن من القبائل راية فتنافس المجاهدون وأشعل قائدهم خالد رضي الله عنه في نفوسهم نار العزم والمضاء حتى قلب في اليمامة انكشاف المسلمين نصرا مبينا فكانت اليمامة المعركة الفاصلة في تاريخ حروب الردة. ولما طهر المسلمون ارض الجزيرة من المرتدين واقتلعوا جذور الوثنية بداوا يتطلعون الى ما وراء الحدود. انها المرحلة العالمية من مراحل الدعوة الاسلامية. تلك التي ارشد الله اليها في كتابه الكريم حين انزل على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله الخالد وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، وقد بدات هذه المرحله حين بعث النبي عليه الصلاه والسلام بعثا الى الشام، وامر عليهم اسامه بن زيد رضي الله عنه، وامره ان يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين، وقد توفي عليه الصلاه والسلام بينما الناس يتجهزون. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد في مرضه الاخير انفذوا بعث اسامه انفذوا بعث اسامه فانفذ الخليفه الاول ابو بكر بعث اسامه بعد امد قصير وبدات المرحله العالميه من الدعوه الاسلاميه شهد خالد رضي الله عنه تلك المرحله وكان احد اركانها العظيمه وكتب الله على يديه فتحا مبينا فقد كانت جموع الفرس تهدد امن الدوله الجديده وتقف في وجه تيار الفتح العظيم، وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه معجبا بمواهب خالد، وكانت الحماسه التي يبثها في مقاتليه امرا يصعب تقليده في زمانه وفي كل زمان، فاختاره الصديق وارسله الى العراق لفتح جبهه الفرس، كان خالد رضي الله عنه عند حسن ظن الخليفه والمسلمين، فحقق الانتصارات الضخمه، وسيطر على العراق من شمالها الى جنوبها، وكان رضي الله عنه يرسل بعد كل معركه البشائر الى الخليفه مع خمس المغانم ليجعلها في بيت مال المسلمين، فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه كلمته المشهوره، قال رضي الله عنه: أعجزت النساء أن ينشئوا مثل خالد. أعجزت النساء أن ينشئوا مثل خالد. وفي هذه الأثناء كانت المواجهات مع دولة الروم قد بدأت أيضا. ففي السنة الثانية عشرة للهجرة أرسله أبو بكر إلى الشام لمواجهة الروم قائلا: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. فمضى خالد رضي الله عنه الى الشام ومعه عشره الاف مجاهد وقطع الصحراء في سرعه مذهله حين وافى قاده جيوش المسلمين في الشام اعاد توزيع هذه الجيوش التي بلغ عددها اربعون الفا فقسمها الى فرق وجعل على كل فرقه قائدا خبيرا بالحرب واندلعت المعارك وأحرز المسلمون بقيادة خالد رضي الله عنه انتصارا يتلوه انتصار وفتحا يتلوه فتحا وبينما كان الجيش يستعد لخوض المعركة الفاصلة وصل نبأ وفاة الصديق وتولية الفاروق رضي الله عنهما ومع نعي الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وصل أمر عمر الخليفة الثاني بعزل خالد عن قيادة الجيش، وتولية ابي عبيدة بن الجراح قائدا عاما رضي الله عنهم اجمعين. اخفى ابو عبيدة رضي الله عنه الكتاب حتى انتهت المعركة بانتصار المسلمين، ثم اطلع خالدا رضي الله عنه على امر الخليفة، فما كان من البطل الا ان قال سمعا وطاعة. وتنحى القائد الذي لم يهزم يوما عن مركز القيادة وتابع الجهاد جنديا تحت القيادة العليا راضيا موفقا تحت أمر أبي عبيدة ولعل أبا عبيدة رضي الله عنه قد وجد في نفسه حرجا لما ألقى أوامره العسكرية الأولى على سيف الله وقائد القواد خالد ولكن خالد رضي الله عنه كان شأنه دائما السمع والطاعة فمرضاة الله ونصرة الاسلام عنده في المقام الاول. تابع خالد مع ابي عبيدة رضي الله عنهما فتح مدن الشام واحدة بعد الاخرى حتى غادر هرقل الشام كلها مودعا اياها وداعا لا لقاء بعده. وحضر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام وكان خالد في مقدمة المستقبلين وكان رهن اشارة الخليفة وقد لقيه امير المؤمنين عمر معتذرا وقال له كاشفا السر في عزله يا خالد والله انك علي لكريم وانك الي لحبيب ثم كتب الى الاقاليم قائلا اني لم اعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة لقد خاف الفاروق عمر رضي الله عنه أن يفتن الناس ويحسبوا أن النصر من عند خالد والله سبحانه يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وحق للناس أن يفتنوا وحق لأمير المؤمنين عمر أن يخاف فخالد بن الوليد لم يخسر معركه واحده قط لقد كان يتمتع بعبقريه فذه في التخطيط والتنفيذ وقدره هائله على القياده وكان فوق ذلك وقبل ذلك واثقا اشد الثقه ان النصر من عند الله علاوه على حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتبركه باثاره وبشعراته التي كان يحتفظ بها في قلنسوته الحربيه. ولقد وصفه المؤرخون بانه احد اعظم القواد العسكريين وابرعهم في التاريخ ولا تزال خططه العسكريه تدرس في المدارس الحربيه الى يومنا هذا. وعاد الفتح العظيم الى حمص، المدينه التي فتحها وقد طاب له المقام فيها ليتفرغ لكتاب الله وكان قد شغل عنه بالجهاد في سبيل الله وعاش فيها لا يملك سوى فرسا ودرعا وسيفا توفي رضي الله عنه في حمص بعد ذلك العمر المبارك الذي قضاه في ساحات الجهاد في السنه الحادية والعشرين من الهجرة وعندما بلغ نبأ وفاته الخليفة عمر، قال ما على نساء آل الوليد أن يكفكفن من دموعهن على خالد، أي لا حرج عليهن في البكاء فهو جدير أن يبكى عليه. ولما كان في اللحظات الأخيرة من حياته، قال كلمات تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة، لتكون عبرة لمن يعتبر. فقال رضي الله عنه: لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر الا وفيه ضربه بسيف او رميه بسهم او طعنه برمح وها انا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء وهو بهذا يبين لنا ان على المسلم في كل زمان وفي وفي كل مكان أن يجاهد في سبيل الله عز وجل يجاهد نفسه ويجاهد بلسانه ويدعو إلى الإسلام وي و ويفعل ما استطاع في خدمة هذا الدين أيها الكرام وقبل أن يكون الختام مع حلقات متتابعة من حياة هذا القائد العظيم سيدنا خالد لا بد لنا وأن نستنبط مواقف من حياته رضي الله عنه فما كان من حسن تدبيره لإدارة دفة المعارك الإسلامية هذا لا بد أن يستفيد منه القادة في تلك في فيما يعملونه لخدمة هذا الدين ودائما يقولون أن العاقل لا يصل إلى هدفه الذي رسمه في مخيلته إلا بعد توفيق الله تعالى له ثم حسن تخطيطه وتدبيره وهذا علم له فروعه في شؤون الدنيا والدين، فعلى فعلى كل مسلم ان يعتبر بحياه هذا الصحابي الجليل، ثم انه من مواقفه رضي الله عنه انه نظر الى المصحف وخاطبه وقال: انا قد شغلنا عنك بالجهاد عن في سبيل الله سبحانه وتعالى وما احرانا اليوم ونحن نعيش حياة الرفاهية وحياة ليس فيها مثل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء والشدة علينا أن نقبل على كتاب الله عز وجل ونتلوه حق تلاوته كما أمر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة ألقاكم بمشيئة الله تعالى مع صحابي أو صحابية من الأمانة أمنة الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أحسن الرضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.